نرجع غير الموضوع اللي كنت دخلت فيه الاول. طبعا قالت الاخت عطائيه قال انا كنتكلم بصراحه عن العمل اللي يخدم الدنيا والاخره الدارين. وهون ذكرت واحد ذاك اللي كما صح كما اضافت الاخت صغرى اللي قلت على اننا منين نفتح عينا الصباح ونظهر روضنا في العائله واخا عندها اللي عندها نحمد عليه الله، ولكن اكثر ما نحمد عليه الله هو بعد كاع الحياه، بعد كاع اللي كنا راكدين وقمنا وحيينا من جديد. واذا كان شي واحد فينا كامل خاصو، اذا كان الناس يحمدوا 100 مره في النار خاصو هو يحمد الالاف ديال المرات في النار، هي اعوذ بالله قلت انا بعد ما اكرم علي الله بالحياه مره ثانيه بعد الحادثه اللي ظنوا الناس كامل عن مشي. اذا يعني اول شيء خاصنا نحمد الله بعد على اننا بعد كاع حيين، هذا الوطن الامن الامين واللي كان قالوا الاخوات كامل على اننا خصنا نخدموا باش نحافظوا على هذا الامان ونخدموا الانسانيه، لان كيف قلت حنا عنصر من الانسانيه يا جماعه راه تغلى لنا. اللي بغيت نعاودو هي مثلا اللي كيخدم الدنيا والاخره، لان نشرحنا صله الرحم واللي طبعا ذكرت الاخوات على ان الرحم من الرحمن، من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته. اهم شيء في هذه تخدم في الدنيا، علاش؟ لان كيقول لك صله الرحم كتفتح ابواب الخير وتيسر ياسر من الامور وتحيد ياسر من العراقيل وفي الاخره طبعا اجرها عظيم عند الله. البر بالوالدين اللي عنده علاقه مالي بهذا، البر بالوالدين الانسان كيقول لك هذا كاع ما تخاف عليه راه مرضي الوالدين. ما معنى مرضي الوالدين؟ لان محاط يعني ديك الرضا ديال الوالدين كانها هاله من الانوار اللي كتحميه. بحال الا طبعا حنا كنعرفوا بان بغينا نحسنوا نفسنا خاصنا نقراو الايات الكرسي، نقراو مجموعه من الادعيه، خاصنا نقراو مجموعه من الايات القرانيه. نفس الشيء طبعا ما غاديش تكون نفس الدرجه ديال القران، ولكن حتى دير البر ورضاة الوالدين حتى هي كتكون تحيط الانسان بياسر من الامور، تيسر له القرايه اللي انا دابا في العلم، تيسر له النجاح، تيسر له التوفيق، تفتح له بيبان الخير. اذا لابد اذا انا كنقول بان تصلح في الدنيا وفي الاخره مولي تعاوننا. اذا هذه غير من بين الاشياء اللي ذكرت على ان خاصنا يعني نهتم بها كثيرا من بين مجموعه القيم اللي ذكرتها وذكرها الاخوات الكبيرات. عدم صلاحيه المراه للقياده حقيقه ليس كل الرجال باش ما تقولوا عن مس الجميع، وانها في حال تمكنت من الوصول اليها فانها لا تصلح للقياده الا القياده الوسطى وليس العليا، وانها لا تصلح ايضا الى لقياده النساء فقط. اذا فاتن عادلين يصحاب مسؤوليه معينه تعود على مجموعه من النساء والله على جمعيه عضوات النساء، وهي في الحقيقه اثبتت العكس. فقط اضافه الى انها لا تمتلك الثقه العاليه بالنفس، هذا الكرس وعدم ثقه المراه بالنفس، والمراه الواثقه من نفسها تتحدى جميع هذه الصعاب. تمتاز بلغتها الفاعله والمسؤولية، فهي صاحبة قرارها وهي تلك تملك خيارات ولا ترضى لنفسها أن تكون في محل نصب مفعول به. فلغة المرأة القيادية مثلا أستطيع أنا كنت نعدل، يمكنني أختار، أريد، يعني فاهمة ومقتنعة بأن لديها اختيارات لديها إرادة لتتعامل مع الخيارات المتاحة لها في الحياة. أما لغة المرأة غير القيادية فهي لا يسمحون لي، أنا مضطرة، فعلوا بي، انا مقهوره، وتبقى دائما مختبئه وراء هذه الاعذار وهذه الذرائع التي لا تجدي شيئا. يمكن للمراه ان تكون قياده في الاماكن التي تتناسب مع وضعها الانساني والعاطفي، فالزوجه يجب ان تعرف دور الزوج، وبالمقابل عليها ان يعرف دورها في الحياه، لترسو سفينه الاسره، سفينه الاسره على شاطئ الهدوء والاستقرار. وأنوه إلى حقيقة الآية الكريمة، الرجال قوامون على النساء، التي طالما ذكرها الرجال، يعني منين يقول الرجل الرجال قوامون على النساء؟ صافي، إذا عنه هو القوام على كل شيء، لماذا؟ صعب، الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بما هو فوق طاعتنا، يعني لم يكلفنا سبحانه وتعالى بما هو فوق طاعة الإنسان، كل الأمور الإنسان ممكن يكتسب به، يعني الناس حاشاكم مريك رباوا الخيول، رباوا الافاعي، رباوا القطط، رباوا يعني على الامور اللي ممكن الانسان يقوم بها، الكلب يقوم بها حاشا. ولذلك حتى احنا قادرين ونحن امه محمد عليه الصلاه والسلام، امه خير الانبياء والرسل، قادرين على ان نحقق هذا الامر، انتم امنا اعزائي التنابل، انتم امنا في هذا يعني في امل امه الاسلام تقوم من جديد، نرى يعني المسلمين يعني مشوهين، اصبحنا نحن المسلمين وسمه عار على البشريه. المسلمين ارهابيين، المسلمين يفعلون، المسلمون يقتلون، المسلمين يعني اصبحنا يعني، ولكن يجب ان ننهض، يجب ان تنهض الهمم لكي نعيد بهذا الدين
خلقه ورقيه وأخلاقه. يقول الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولا يلقاها إلا الذي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني الله سبحانه وتعالى يحثنا على يعني القيم العالية، على الأخلاق الحسن، يحثنا على الصبر على أذى الغير، على احتمال غير، لكي تسير يعني قافلة الحياة، لكي يكون المجتمع المسلم مجتمع راقي كما كان وكما أعطى أروع الأمثلة يعني في القرون الأولى من ظهور الإسلام. ميسور الميسورة الأسر ميسورة، ملابس الإنسان ينتهي من الملابس مثلا تقدو أو كثرت عنده أو كذا، أو أثاث أو أحذية أو أي شيء يرميه عادة نرموه. تصور عن هذا الملابس ترجع أي المكان آخر، هذه الملابس تغسل وتكوى وتوزع حسب الأعمار، ويستفيد منها أناس آخرون ترى الحمد لله يستفيدوا منها من الأسر المعوزة. يعني هذه بصمات وضعتها مجموعة من الأسر. هذا المشروع نجح في جمعية طيبة بسبب الأسر ديال الداخلة كاملة، الله يجزيهم بخير ويستفيدوا من اللي منه جميع الأسر، حتى المناطق كيف العربوب كيف تورطة كيف كذا. بل في هذه السنة استطعنا أن نوصله للمناطق في موريتان والمناطق في الداخل، في أقصى الداخل مولي، لأن جاتنا أخبار بأحوالهم في مناطق نائية. يعني أنه هو بس عمل بسيط لا يشكل أي شيء، أنك تجمع ملابس وتعيد تفاعلك في يعني رد الفعل، في رد الفعل تجد نفسك مرتاح مطمئن بالطمأنينة وبالراحة، ستتلقى جميع المعلومات، ستتلقى جميع ما تطمع أنت إليه. كذلك يمتلك الإنسان كل الموارد التي يحتاجها الإنسان، أي مورد أي شيء يريد تجده عنده. نحن الله سبحانه وتعالى حبانا من مجموعة من الطاقات، من مجموعة من المهارات، يجب علينا استخراجها فقط. كيف أستخرج طاقتي؟ تجد مع نفسك كيف أستخرج طاقتي. وأختم بقولة أو كلمة يقول: كن في هذه الدنيا كعابر السبيل، واترك من بعدك كل أثر جميل. تخرج من القاعة، أترك وراك القاعة نظيفة، أترك وراك الطاولة لا تكتب في الطاولة، أترك كل جميل. من بعد 5 سنوات 6 سنوات سيأتي أخيك وأختك بذلك، أحسن من ذلك الطاولة لك لعائلتك. تصور أنك أنت لك ولعائلتك تحتفظ عليها، ولهذا أحتفظ على المؤسسة. بالنسبة لقافلة نور القيم اللي عندها شعار وهو مدارسنا مشاتل قيم ومجتمعنا سواقيها، هذه واحد مبادرة من المبادرات اللي دارسها الأكاديمية الجهوية والطب والتكوين للداخلة واد الذهب، واللي قررنا فيها إن شاء الله يعني اتفقت مع وراسلت مجموعة من المتدخلين، منهم المجالس العلمية ديال الداخلة وأوسرت، منها المجالس المنتخبة سواء المجلس الجهوي والمجالس البلدية والمجالس الإقليمية ديال الداخلة وأوسرت، كذلك المجتمع المدني، كذلك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ودرنا واحد المجموعة مكونة من مجموعة من الأطر والنساء اللي عندهم مبادئ اللي كيبغوا يدافعوا عليها واللي كيامنوا بها وباغين يدافعوا عليها، كل وحده من وجهه نظر الجهه اللي كتمثلها. اذا هذه قافله نور القيم هي جايه دعما للتدبير 20 من التدابير ذات الاولويه اللي كيتكلم على النزاهه والقيم في المؤسسه التعليميه. وطبعا هذا التدبير عنده طبعا المنسقه الجهويه، هي المنسقه الجهويه وكذلك المنسق الاقليمي، يا غير احنا موازاه مع العمل ديالو قلنا احنا يعني نخرجوا من ذاك الاطار التقليدي ديال مديرة الأكاديمية، يعني غير يعني توجيهات ولا تدابير إدارية، بغينا نقصدوا التلاميذ ونتكلموا معهم يعني مباشرة كمدبرة جهوية كمجالس منتخبة كجمعية يعني جميع المتدخلين. هذه القيم هذه هي يعني كنلصقوا بزاف، لأن هذه القيم هي كاينة في الدين الإسلامي ديالنا وكاينة في السيرة النبوية ديالنا، يعني قبل ما جينا من 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 القوانين الدولية من حقوق الإنسان والحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية من جميع المواثيق الدولية، عندنا منبع أساسي لهذه القيم والنزاهة في الدين الإسلامي وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يوم 12 دجنبر جاءت قافلة نور القيم لإعطاء بصمة للتلاميذ، وكان التلاميذ في حسن ظنهم الحمد لله، ونتمنى من عند المولى العزيز القدير أن مرة ثانية إن شاء الله وترجع لنا. أتقدم بالشكر الجزيل لقافلة نور القيم التي عقدت معنا لقاء من أجل بعض المواضيع
وخلصنا منها بأن لازم تحلي بالأخلاق الحسنة لحسن العطاء ولتحديد أهداف من أجل ترك بصمة في المجتمع. الحمد لله الذي أوجدنا في مجتمعات تتكون فيها مجموعة من الجمعيات التي تتحول فيها إلى زارعين وحاصدين، ومن أمثال هذه الجمعيات نذكر جمعية نور القيم. نسأل الله جل جلاله أن يعيننا على أن نكون عند حسن ظنهم.